انه مهند المنصور ده من الدعم السريع في الميدان وشغل المواضيع مع الجيش، نسبه ان الجيش ما صرف الراتب، ما صرف المعاش بتاع الوالد، فبالتالي مهند المنزول انتمى للدعم السريع بناء على حقد من الجيش. اول حاجه يا مهند، كلامك اللي بتعمل فيه ده غلط، انه كونك انك بناء على اختلاف شخصي مع الجيش تيجي تنضم للدعم السريع. وبالمناسبه انت هسه ما انتقمت من الجيش، انت انتقمت من الشعب السوداني كامل، انت انتقمت منه. وبعدين اقول لك حاجه يا مهند، شفت حمايتي حقكم ده؟ والله حمايتي ده من اقبح وجوه وجوه الكيزان، اتدمرتكم في دارفور. يا ريت يعني تحترفوا بحته زي دي، لكن انتوا مشكلتكم ما بتحترفوا، انتوا مشكلتكم ما عندكم الشجاعه تحترفوا. اسمع دقيقه، عندي عمي وابوي كويس معاك، خدم في الجيش بامور برضه كويس اكبر من ابوي، برضه خادم في نفس اللحظه. اسي يوريك انه ابوي لو صرف حقوقه لو ما صرف، اسي بوريك دقيقه لحظه بس. لا لا ما خلاص، بلدك دمرتها يا مهند، ما تفتخر. إن الله لا يحب كل مختال فخور، ما تفتخروا بقوتكم. خليها تدمر، فرتك يتبني تاني من جديد. اللي بيبني منو؟ اللي بيتحمل التكاليف منو؟ اللي بيبني منو وكيف؟ طيب أهلنا ليه ما ليه زمان أهلنا دي الماتوا كويس؟ الأرواح الماتت دي كيف تجي؟ والانتهاكات والاغتصابات كيف يا مهند؟ مهند كيف تجي؟ مهند تقدروا تقولوا رد منطقي؟ يا ستم أشنو كلامي؟ الكلام ده ليه ما وجهتيه لنفسك قبل 21 سنه؟ ليه ما قلت الكلام ده؟ الليله جاي تقول لي في الوقت الراهن ده الارواح اللي احنا فقدناها، هل يا ترى انت فقدتوها في الحرب دي؟ يا اخي انا بقول لك 57 قريه، 57 قريه الليله، انا حاليا لو طلعت لك اربع قريه بيساوي ولايه الخرطوم على بكره تقريبا. يعني انتوا جايين يعني الحاجات اللي عملوها لكم في دارفور انتوا جايين تحببوها لنا يا مهند ولا كيف؟ زي ما تقولي الموت الروح ما بترجع. طيب انا اكد لك درس بتلاقي حاجه. طيب اتعملت في عهد منه؟ الارواح دي اتعملت في عهد منه في دارفور؟ جيشكم ده هو اللي عمل الكلام ده، ليه ما كان قلت له الكلام ده؟ جيشنا ولا في عهد البشير اتسامحكم؟ ليه ما قلت الكلام ده لجيشكم؟ البشير كان هو الرئيس كويس، ولكن يا ناس نفس الشيء اللي عملتوه في دارفور جايين تطبقوه لنا نحن في بلدنا؟ طبقوا في دارفور مون يا ستم. شوفي دار اقول لك حاجه، المشكله الوحيده بين الجيش كويس والمعارضه كويس، الجيش السبب اللي خلى انه يحرق ابناء دارفور ده بكميه هائله زي ده، لانه الجيش ما بقدر، الجيش في زمنه الجبال بتاعت مره دي، الجيش ما بقدر بمشي مشى، الجيش ده انا حاضر له ست اكثر من ست عشان كده سبقيتوا تنتهكوا في غرانة غور الجزيره، الناس المساكين اكفنوا الترع بيديكم وليه؟ عشان انتوا دارين تنتقموا للجيش، عمل الحاجات دي كلها معاكم في دار، تعالوا انتقموا من الجيش. ليه ما اتكلمتوا انتوا ليه؟ احنا الحرب دي جبرونا على، هم دارين يطبقوا فينا النظريه بتاعت 2003 2001 في نفس اللحظه. انت بس مبسوط بينك وبين نفسك، انت مبسوط من الشيء الحاصل في السودان ده؟ مبسوط كده؟ انا بسالك على مستوى صعيدك الشخصي، انت هسه كده مبسوط يا مهند؟ مبسوط بينك وبين ضميرك انه المواطن زعزع تشرب مال؟ انا مش بغادر فيه، انا مش بغادر. مبسوط سبب انبساطك شنو مثلا؟ انا مش مبسوط انتقام ولا تار ولا سبب الانتقام شنو؟ يا بنت انا مش عسكري تابع قوات الدعم السريع واقف في الصفوف الاماميه، ها؟ ده بالنسبه لي انا تاج راس عديل، خليني فهمتي؟ انا كونه مش حامل بندقيتي وفي الصف الامامي مع القوات المسلحه ده، انا كده بشوف نفسي مبسوط لدرجة انه ما بتتوصف ذاته، لانه انا ليه على حسب المعلومات اللي عندي يا مهند انه عدد وفياتكم كثير جدا بصورة واسعة، بترد على الكلام ده بشنو؟ طيب اسمع كلامي، اذا كان وفيات الدعم السريع بكثافة، طيب لحد الان ليه ما قادرين تحسموا المعركة؟ السؤال يطرح نفسه، انت بينك وبين نفسك كده جنبي الدعم السريع ده، انا احنا الليلة حاليا لما قاعد يموت بكثافة، طيب ليه الجيش ما قاعد ينتصر؟ ليه الجيش ما قادر؟ المعركة دي ما عندها زمن الانتصار ده ما عنده زمن، أي حاجة عندها زمن، لكن أنت بتحترف لي بأنه خسائركم، أنه الجيش ده كبتكم خسائر بصورة واسعة كبيرة جدا. طيب الليلة حاليا بالمنطق أنا لما بشوف خسائر كويس؟ لما بشوف خسائر ما أظن أنتصر. ما أصل الجيش ده ما مستعجل، الجيش ده ما شغال معاكم زي ما بقولوا بإبرة وخيط، لكن انت انا في جزئيه معينه بدك تحترف لي بها يا مهند، يا ريت تحترف لي بها. يا ستم مشكله القدره دي، هل يا ترى عارفه انه فيها كم متحرك جات كم متحرك؟ لا، لكن الجيش مكبتكم خسائر كبيره جدا، انا شفت الفيديوهات عندي. لا لا خسائر فادحه في ارواحكم. ما عندنا
ما عندك ما عندك. طيب لا 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 ضروري تحترف بالكلام ده مهند. لا 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 ضروري نحن نحترف بالكلام ده. أنا اذا أنا في واحد من ناس الدعم السريع بيقول لي انا والله شدت ما كبدونا خسائر لدرجه انا من اسرتي وهو قاعد بيسمع من اسرتي ماتوا 300 بترد على الكلام ده بشنو؟ بالمنطق كده ليه؟ اسمع يا كلامي 300 نفر من اسرته بس ماتوا 300 ها؟ من اسرته ماتوا 300 انت بترد على الكلام ده بشنو؟ هو ما في اسرته دي شنو؟ 300 نفر دي مقابيله كامله يا بنت الناس هو اغرى كده ويحترف وهو عنده قاعد اسمع استعرف له استعرف له وخليه وصلني 300 نفر دي اسمع كلامي اسمع كلامي كون انا حاليا الليله حاليا في معركه بتاعت القدره دي يقول لك ما قوات الدعم سري 300 نفر يا خلق دي علينا سقطنا ولايات على بكره ابيهم ما ماتوا مننا 300 نفر ولايات على بكره ابيهم سقطت ما يتوفوا مننا 300 فما بالك اثنين متحرك يا اخي احنا اثنين متحرك دي قاعدين اقل لهم شهيد اثنين متحرك قاعدين اقل لهم عدد خسائركم كم مثلا في الارواح؟ حددها لي بالنسبه المئويه كم في المية؟ دقت كم في المية يا مهند من غير تتهرب لي من الموضوع كم في المية كبتكم الجيش خسائر في الارواح؟ في معركه القدر في معركه القدر دي بصفه عامه بصوره عامه بصفه عامه كم في المية؟ 95% ولا 98.9 من عشرة؟ نكون واقعيين. نحن ما عندنا طيران الفلول ما قاعد يضربكم. اسمع كلامي، اسمع كلامي. لا 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 لا، الشيء شايفه ده كله وبتيجي تدي لي خسارتكم في الأرواح بنسبة 7%. والله العظيم أنا بأكد لك مدني على بكرة أبيها، مدني على بكرة أبيها، كويس معك؟ مدني على بكرة أبيها، كويس؟ ساقطة بخمسة نفر. بخمسة شهيد، مدني كاملة. الآسرين أنا بعربيتي كروز لي، كويس معك؟ رافع سبع عسكري. ما تحارب نحن ندي الجيش نسبة خسارته 10% وندي الدعم السريع نسبة خسارته أنا على الصعيد الشخصي بدي الجيش خسارته في المعركة بنسبة 10% وبديكم انتوا كدعم سريع خسارتكم بنسبة 98.4 لا اديني أسباب إنه لو جيشك ده قاعد ينصر لو جيشك ده إذا كان في كل معركة قاعد يدخلنا في خسارات بنسبة 98% يا خالي قلب المنطق كده انت كزول عندك عقل وزول بتفهمي كويس طيب خلاص انت قلت هسه بتحلف مهند انت قلت بتحلف على انه جيشنا ده هيستمر في المعركه وما حينتصر والله طيب بالرغم منكم انتوا منتصرين على ارض الواقع صح؟ على ارض الواقع طيب شكل لي حكومتك عشان خلاص انا اقتنع بيك انت دعم سريع منو قال لك الدعم الدارس شكل لي حكومتك ما خلاص انت منتصر دقيقة اسمع كلامي يا اسماعيل ادم قال لي ود المنزول بستلمك غريب عاجل ام عاجل يا حبيبي اقول لك حاجة تعني في الخاص اسي ونتقابل راجل لراجل الموضوع الكثير ده كله ما في له داعي كويس تتقابل راجل لراجل انت عندك مشكلة شخصية معاه في غنى منه يجيني بمتحرك يجيني بدبابة يجيني بطيران يجيني بتاع هو مستطيع انا اتحرك ادور عربيتي اتحرك امشي عليه يا 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 مهند يا مهند المنزول يا مهند المنزول اذا 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 في النهايه انه النصر كان للجيش انت موقفك حيكون شنو؟ سؤال بس على مستوى صعيدك الشخصي اذا 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 الانتصارات دي حقق الجيش واعلن انتصاراته لا 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 لا, لا, لا انت ما بتعلم بالغيب انا بخط لك افتراضات لا انا بخط لك افتراضات انا بخط لك افتراضات اسمع كلامي انت ابني لي الكلام ده بس على الافتراض انا بفترض معاك على مستوى صعيدك الشخصي بس روق معاي شويه انت يلا اذا الجيش ده حقق انتصاراته واعلنا انتصاراتنا ونزلنا السودان للاحتفال بتاع الجيش انت موقفك شنو كدعم سريع انا موقفك ما هو انا ده اقول لك حاجه انا كعسكري جزء لا يتجزا من قوات الدعم السريع وزي ما شايف انه انا ظهري ملان ابطال ورجال كويس رجال فراس على تاريخ السودان على مرة تاريخ السودان ده ما في رجال فراس في الوقت الراهن ده انا قابلوني غير في قوات الدعم السري انا كون افترض لك انه الدعم السري ده ينتصر ده الا اذا كان الدعم السري ده بقى جيش والجيش بقى دعم السري لكن الفراس اللي بوقفوا قدامي الرجال انا شايفهم ديل فراس شايفهم رجال واحد بواجه كروز اللي بيموت ديل ما معقوله دي وين الجيش اللي بنصرهم وين الجيش اللي انتصر فيه معقولة دي؟
ما في افتراض. افترض انه يكون في تفاوض، افترض انه يكون البلد الحرب تحت في تحت اي لحظه. طيب اذا افترضنا هاي يلا جيت بكلامك ده، اذا افترضنا جيت بكلامك في تفاوض يا مهند، خلاص كده روق معاي بس يعني شويه شويه اديني فرصه، انا ما بحب الكلام لا 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 كده. يلا اذا افترضنا بكلامك ده انه في تفاوض، الخسائر اللي كبتوها للمواطن دي كلها منو اللي بيدفع قيمتها؟ المواطن وللسيارات اتسرقت وللذهب وللحاجات كثيره كبتوها للمواطن، مين اللي بيتحملها؟ ليه اذا كان انا مهند البقر لقيت اكثر من 1200 لبسه بتاعت قوات دعم سريع في اللواء الاول بتاع الباقير دي تعب على منو؟ دي حقت قوات دعم سريع. اذا كان جيشك في مخازن الشخصيه عنده كاكي بتاع دعم سريع بوزي للمواطنين عنده أجندة معينة بتمشي تعمل الكلام ده، ليه ما واجهت السؤال ده؟ ولو ما دار تصدق أنا بديك لها فيديوهات، أسي ممكن أمشي أدور تليفوني في المحل البقاء، أسي ممكن أوصي في فيديوهات، أنا لقيت أكثر من 1500. يلا أوريك أنا سألتك أنت ليه؟ أنت كفرد من أفراد الدعم السريع سألتك ليه؟ أنت لو مشكلتك أصبحت مع الجيش دايرك كده مباشر، أنا ما عندي معك مشكلة، أنت والجيش تصلوا السماء تنزلوا في الأرض ما عندنا معك مشكلة، لكن أنا الشيء الغايزني انكم مشكلتكم اصبحت مع المواطن من انتهاكات من حياه كثيره يا مهند، الكلام ده عيب عليكم. يعني هسه الان انتوا قافلين الشوارع عشان الاغاثه ما تصل للمواطن المسكين، عشان تضغطوا المواطن ويطلع الشارع يقول لا للحرب، عيب. اسمع كلامي دار اقول لك حاجه، اسمع كلامي دار اقول لك حاجه، انت حاليا بتتكلم تقول يا اخي انت هسه الكلام ده انت شفتيه بعين؟ شافته اسرتي. أسرتي في الحصحيصة والآن في الحصحيصة متابعة معاهم. شافت شنو؟ شافت إنه حاجات كثيرة حاصلة منكم تسمط. أوكي ما تمام. كثير من انتهاكات، من سرقات، من خراب، لدمار، لحاجات كثيرة، وبعدين فيديوهاتكم هي بتشهد عليكم. أزمة كلام أنا ما أعرف الناس زي أنت بتتكلموا عن كلام زي ده، وفي نفس اللحظة إنه أنا عايش من طبول الحرب دي، من رابع يوم طبول الحرب دي كنت قاعد هنا. ليه أنا مهند عسكري نازل الميدان قدامي رجال استشهدوا، سواء كان عسكري جيش برفو بودي بغطي ببطانيتي، سواء كان عسكري بتاع دعم السريع يتعوق برفو في عربيتي برفو في ظهري ده، ليه أنا ما شفت الكلام ده؟ يعني أنت داير تدل إنك أنت إنساني مثلا، حتى ولو الدعم السريع ده حتى ولو في 2% انسانيين، الباقيين كلهم ما انسانيين صراحه. مش شايفين في قدامنا ده. عندي غايد مسؤول مني، عندي اخوان معي لافين معي 24 ساعه، لو جرحني مو زي ده كويس معاكي، مستعدين شنو يعملوا سبعه وزمتها عشان يعرفوا الجرح ده في نفس اللحظه، كويس؟ يا مهند انتوا كثيرين قاعدين تنحرفوا عن مساركم، انتوا من الشهر الثاني انحرفتوا عن مساركم. يعني ما انحرفنا. الليله حاليا سجون البلد دي كلها فكيتوها. ليه انت ما جاوبتني؟ شنو في التسميه بتاعت الغايد العام؟ لانه مليشيا الغايد البرهان سماكم بمليشيا حميتي، بتردوا عليه بشنو؟ يعني في كل حوار بيطلع حوار رسمي. الليله حاليا درجه السؤال كويس، انتوا هسه بنادوكم في الميدان بمليشيا حميتي. العربيه الراكبه دي ما حقته، العربيه دي شوف يا اصلي، العربيه دي كويس ملك، كويس ميلك شخصيا حقتي انا مهند البقر، محمد البقر المنزول البقر، مشتريها من عرق جبيني كويس معك، مشتريها مجمركه في ولايه جنوب دارفور، جايبها من ولايه جنوب دارفور. لا انا ما سالتك من سيارتك يا مهند، انا ما سالتك من سيارتك. حرام كويس معك، حرام قال لي العربيه دي ما حقتك، العربيه دي انا ما جايبها من ولايه جنوب دارفور. لا لا لا.